أهلا بكم. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه يقول إن القيادة الفلسطينية تدرس وقف الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وإنها لن تقدم على خطوات مغامرة، ويضيف أن الجانب الفلسطيني يطالب بوضع قواعد جديدة للمفاوضات تقوم على التفاوض على الحدود وليس على الأرض، وأنه طالب الإدارة الأمريكية بعدم إعطاء إسرائيل أي ضمانات تتعلق بالأرض الفلسطينية. مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك يقول إن مواصلة إسرائيل سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تجعل إقامة دولة فلسطينية وهما وأقرب إلى الاستحالة السياسية. الجيش الإسرائيلي يحقق مع ضباط كبار بشأن ضربة جوية أدت إلى استشهاد 21 مدنيا فلسطينيا في عدوان الرصاص المسكوب. تسريبات تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون أو أحد مساعديه كان فقد الشفرة السرية النووية التي تحفظ على شكل بطاقة رقمية وتسمح بالتحكم بالسلاح النووي، والتي من المفترض أن تبقى في متناول الرئيس بشكل متواصل أو بعهدة أحد معاونيه. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تدين موقع ويكيليكس الإلكتروني لتسريبه وثائق سرية عن حرب العراق، وكان الموقع كشف تفاصيل حرب في الظل على الأرض العراقية بين القوات الأمريكية وإيران، خصوصا استعمال طهران ميليشيات لقتل أو خطف أمريكيين. الناخبون البحرينيون يدلون بأصواتهم في مراكز الاقتراع لتجديد مجلس النواب، وذلك للمرة الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية إلى المملكة في 2002. دول مجموعة العشرين تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح النظام المصرفي والمؤسسات المالية الكبرى المتهمة بالأزمة المالية التي حدثت في 2008 و2009. وأخيرا في الرياضة، المهاجم الإنجليزي وين روني يجدد عقده مع نادي مانشستر يونايتد لخمس سنوات إضافية. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.